السلام عليكم خوتي المغاربه، معكم عصام مول السيراج اللي تيسير الصبابط. فتو ستو الفيديوهات ديالي الصحافه اخرين، وعرفتوا المشاكل ديالي. انا تدمر الحال ديالي، حياتي تدمرات، ما بقيتش حاسب راسي انا مغربي، ما بقيتش حاسب راسي مواطن. انا تمحنت وتكرفصت، سبابي السحر والسعوده الله ياخذ فيهم الحق. راه ما نسمحش لهم امام الله، لا في دنيا ولا في اخره. تقوا الله يا المسعودين، تقوا الله يا السحاره، تقوا الله، اصديروا مع الله نار تموتوا، حسب الله ونعم الوكيل. القصه ديالي، كنت اخويا عايش في فيلا واكل سارب، ومقابل الاب ديالي الله يرحمه، وميتة ليا الام ديالي الله يرحمها، خلاتني صغير، ومات با في 2017، وكان فيه زهايمر، وتبدلوا عليا، حيدوا لي السهرية ديالي، وقتلوني بالسحر والسعوادة. كان السبب ديالي كليت توكال نار العرس ديالي، تفارقت مع المرأة الأولى، دوزت 3 أيام هربت، و2009 داروا لي مشاكل ديال السعوادة، دوزت معايا السهر، ودعتني المحكمة السقاق، سبب السحر. علاش؟ على قبل الورد، على قبل الورد دمروا لي الحالات ديالي، على قبل الورد حكوني ما تعلمت لا الصنعه لا قرايه، وكلوني التوكال، تقيتو في 2016، حسب الله ونعم الوكيل. مني مات با في 2017، زراو عليا من الدار، ونعس في الطوموبيلات ديال العساس، ونعس في الكونطوار ديال القهاوي حدا قهوه الثانيه في الولفه، سولوا عليا وراه تعرفوني، حسب الله ونعم الوكيل. ما عندي لا حنين، ما عندي لا رحيم، انا اليتيم، ما عندي لا عائله لا احباب. انا خوتي المغاربه تنسير الصباط، مره نصور مره ما نصورش، وانا عايش مع المحسنين بحال خوتي المغاربه. السحر من طرف مرت با، الوالد ديالي كان وقت 3 العيالات، الاولى ولد معاه جوج بنات وولد، هما خوتي من با، وانا امي الثانيه هي الضره، ومره الثالثه سلحة الله يعمرها دار، هي اللي كانت موليه في با وموليه فيا، والطريقه الاولى هي اللي دارت المشاكل، وهي اللي دمرت لي الحياه ديالي. وعلاش تقول لي كيفاش عرفتي السحر؟ كنت صغير كانت تعطيني السحر اللي هو على با، وهي اللي دمرت لي الحياه ديالي، حكم لي ما تعلمت صنعه ما تعلمت قرايه، وكنت صغير تحت على راسي الضربه ديال المخ، هي كاينه في الضربه ديال المخ هنا، وانا كاري في دار الزوافريه، والله ما عندي حتى باش نخلص السكره، الله اللي مطالع وتيسالني الكريدي. وتنطالب خوتي المغاربه في هاد العواسر يتعاونوا معايا، انا ما في حاليش، انا اليتيم، وراه الدوسي ديالي محبوسه لي عند القضاء، حابسه لي قال التحقيق، وعند راجل اختي تتعنى بنفود، وعنده ولده صاحب وكيل الملك، راسك مزيد بيتيزور ولد دربهم صاحب ولده، وتيخلعوني به، وعنده ولده كان خدام في الدار الحمراء، راه ولا في دار السلطان. وراه الملف ديالي ترقد، المحامي ديالي تعذب في هذا الملف، راك المحامي ديالي بحال هذه القضيه ديالي ربحها سي ناس في المجلس الاعلى وخذا الحق ديالهم، والدوسي ديالي تعذب فيه، والمحامي مواخد حتى ريال. دانا صاحب با طلبوا عليا، قال هاد السيده مسكينه ليتي ما تنعز الناقه تبيع كلينيكس، راه ما عندوش، شاف الوراق ديالي، شاف الحكم ديال با، شاف الحاله المدنيه، قال هاد السيده وارد. دابا المشكله حبس لي قال التحقيق، قال التحقيق لا ما عطانيش الحق ديالي، غنديرها في الجريده ونطلع الرباط وغادي ننتحر، وليت نفكرها في انتحار. اما بقيت انا مواطن، اما بقيت انا مواطن، علاش الناس تتلح الارهاب؟ علاش الناس تتلح الارهاب؟ بحال هاد المشكل ما تاخذوش الحق ديالهم، حسب الله ونعم الوكيل. علاش الناس تتحرك لبرا؟ راه ما كاينش الخدمه، ما كاينش القانون، ما كاينش الحق. تحترمات القضاء وتحترمات المسؤولين، كاين اللي تخدم كاين اللي ما تخدمش، ها كاين الحق في البلاد، ولكن كاين الوجهيات، كاين الوجهيات. شوفوا عباد الله، ابن مقاوم، وانا با من الناس المقاومه ديال التحرير، كانت محكومه بالاعدام ايام استعمار، وكان مسدود الحبس قنيطره، وضرب التمار على هذه البلاد، ودخلوا استقلال البلاد، وخرجوا استعمار في هذه البلاد. ولده ولا يسير الصبابط،
ولدو ولا يطلب في الجامع، ولدو ولا يسعى، حسب الله ونعم الوكيل. لك تنعيش مع اليهود مع اسرائيل، تكون عندي انا قيمه في البلاد، لك تعيش في اسرائيل تكون عندي قيمه وحقوق ديالنا، ولكن عيش في اوروبا تكون عندهم ناس قيمه. شوف اوروبيين في واصلين، شوفوا الناس في الصلاه في الرتوب في الفيسبوك، سي الناس فين صلعات، سي الناس فين وصلات، وحنا فين وصلنا، حنا فين وصلنا؟ النفاق الكذوب، ما تنحترموش البلاد ديالنا، ما تنحترموش المسؤولين ديالنا، ما تنحترموش الملك ديالنا. الرساله ديالي تنطالب المحسنين يتعاونوا معايا، ما عنديش من خلص الكرا، وانا اليتيم ما عندي لا عائله لا احباب. وتنطالب المسؤولين يعطوني حقي في المحكمه، المحكمه الابتدائيه، محكومه في استئناف، وراه حابس علي قاضي التحقيق. يا قاضي التحقيق دابا كي تشوفنا في هذا الفيديو، الله يرحم لك الوالدين في هذه العواسر، لا كانوا عندك الوالدين يا قاضي التحقيق. حس بيا انا اليتيم، انا ضعيف، ما عندي لا عائله لا احباب، فيا مرض السكر والعصاب، ولا عندي الاكتئاب، ولي تنفكر في انتحار. انا في عارك يا قاضي التحقيق، انت عندك ولادك، ودرني انا ولدك، طلق لي الملف ديالي، وانت عارف القانون انا وارث، وعارف القانون انا داخل في حاله مدنيه، وعارف القانون با داعي راسو معترف بيا. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.